مساكم الله بالخير اشحاتم يا عرب. في هذه السنة اللي انولدوا بتاريخ 29 فبراير احتفلوا بيوم ميلادهم، والمولودين في هذا اليوم يحتفلون بيوم ميلادهم كل 4 سنوات. ليش؟ لأنها سنة كبيسة. يا ترى شو هي السنة الكبيسة؟ وليش هذه السنة ماتي إلا كل 4 سنوات؟ اليوم بخبركم هذه القصة، سالفة السنة الكبيسة شو هي بالضبط. السنة الكبيسة باختصار هي السنة اللي عدد أيامها 366 يوم، مو مثل ما هو معروف 365، لأن العلماء اكتشفوا أن دوران الأرض حول الشمس تستغرق 365 يوم وربع، فقرروا يجمعون هذه الأرباع ويضيفونها على السنة الرابعة على أساس أن يتماشى التقويم مع الدورة الفلكية. طيب ليش سموها كبيسة؟ هي بالإنجليزي اسمها leap year، يعني السنة اللي تقفز أو اللي تقفز. طيب خلونا نرجع معاكم لعام 46 قبل الميلاد. قبل هذا العام ما كان في شيء اسمه سنة كبيسة، إلين ما اكتشفوا الزيادة هذه، فقرر يوليوس قيصر أن يخلي هذا العام أطول عام في التاريخ، بس علشان يصحح التقويم الميلادي، فزاد على هذا العام 80 يوم بالضبط. لكن السؤال، هل كل 4 سنوات هي سنة كبيسة؟ بمعنى إذا هل كل السنوات اللي تقسم على 4 تعد سنة كبيسة؟ لين عام 1582 كانت العادة أن يضاف يوم مع نهاية شهر فبراير على كل سنة تقسم على 4، لكن في هذا العام الفلكيين قالوا حق القس غريغوريوس 13 أن في فرق 10 أيام في التقويم. اكتشفوا أن السنة الفلكية أكثر من التقويم الميلادي، فوجب تعديل السنة الكبيسة في هذا الوقت. هني أمر باب الفاتيكان بحذف 10 أيام ما بين 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من عام 1582. غير قاعدة السنوات الكبيسة بحيث تستثنى منها السنوات اللي ذات الرقم 100 والتي لا تقبل القسمة على 400. كيف؟ الحين بخبركم وبحاول أشرحها ببساطة. يعني كل السنوات اللي تقسم على 4 بدون باقي تعد سنة كبيسة، إلا السنوات اللي تأتي في نهاية كل قرن. فالسنوات اللي تأتي في نهاية كل قرن يتم تقسيمها بدل 4 على 400، ولازم الناتج يكون من غير باقي. هذه باختصار قصة السنة الكبيسة. بعدين بخبركم سالفة من القوانين الطريفة اللي طلعت في تاريخ 29 فبراير بعدين. في قرار أصدر ملك اسكتلندا عام 1288 أصدر قرار بعد ما لاحظ كثرة العوانس في البلاد عنده وقلة العزاب، نتيجة أنه وايد من شباب البلاد سافروا برع وهاجروا، فأصدر قانون نصه يقول أنه يحق لأي فتاة عانس مهما كان عمرها أن تختار أي رجل أعزب، فتختار أي رجل أعزب لها مطلق الحرية شو ما كانت طبقتها أو طبقة هذا الرجل، مطلق الحرية. فعندها مطلق الحرية أن تختار عريسها، وما يحق للريال أن يرفض أبدا، وإلا عليه أن يدفع غرامة مالية قدرها جنيه استرليني كامل. تعرفون شو يعني جنيه استرليني في ذاك الوقت؟ يعني إذا بقدر لكم إياه بالمبلغ الحالي إذا هذا القانون مفعل الآن، تقريبا ما بين 150 إلى 200 ألف. طبعا ويعفى من هذا القرار كل الرجال المتزوجون، كل الرجال ماتوا. ومثل ما وصيكم دائما، إذا استمتعتوا وعجبكم الستوري واستفدتوا منه، لا تسووا سووا شير حق الحساب.